خدعة على التيك توك. yeah. أنا وأميرة شفنا خدعة كتير على التيك توك وحابين نجربها معكم. يلا نبلش. أول شيء نفخوا بالونة وحطوا فيها شوية مي. شوفوا أنا ما عبيتها كتير، خفت يعني ما تثبت الطريقة وما تنجح الطريقة يعني. وقال شغلوا تحت نار وما رح تط... أميرة قولوا لا. والله شو عرفني؟ ما رح أطق. والله ما بعرف يا أميرة. ما رح أطق برشي ومي. واو شوفوا ما زبطت. زبطت. خلي شوف. ما طقت أميرة. ما طقت أبدا. إيه التجربة نجحت. نجحت. التجربة الثانية. يلا التجربة الثانية. التجربة الثانية هو مي. ايه نحط الجامي بير بالمي قال بتضاعف حجمه يا اميره. ايه بعد ساعتين بنجي نشوفها. اوكي شوفي حطي الحطه. ايوه حطي حطي شوفي حطي هذا الكولا الجامي كولا. ورح نحط هذا المفتاح وكمان هذا المفتاح وهذا كمان. وهلا رح نستنى عليه أميرة ساعتين. شوفوا شوف بعد ساعتين هذا نشوف النتيجة يا أميرة. ماما بالعكس زغر. بتلعكس زغرت؟ ايه شوفوا التجربة فاشلة. فاشلة بعد ساعتين ابدا ما تغير شكلهم. ايه بالعكس زغروا مثل ما أميرة قالت. إيه؟ شو أميرة التجربة؟ الفاشلة. فاشلة ما جربوها. لا تجربوها. التجربة الثالثة. التجربة الثالثة رح نعمل قلم الايباد بالبيت. ايه يلا نجرب. شوفوا هيك حطوا القلم. لا ايه هيك وحطوا هاي هون. اوكي يا هيك هلا رح لفها. يا ترى رح تزبط ولا لا يا اميره؟ انا اتوقع تزبط. متوقعين تزبط؟ ايه هلا نشوف. حطها بالمي. ايه ما ادري شوفوا هيك قلم صار جاهز الحين نحطه بالمي. يلا أميرة اشتغلي عليه. واو اشتغل. اشتغلت؟ ايه سريع. يلا الحين فوت على اليوتيوب الجهاز الحين. أوه. أميرة تفوت على الفيديوهات. أميرة شو؟ تجربة ناجحة؟ ناجحة بالضبط. التجربة ناجحة وجربوها بالبيت. جربوها بالبيت. ايه رخيصة؟ لا مو رخيصة ببلاش. صح أميرة؟ ايه قلم الايباد. وبهاي التجربة أميرة قال هلا رح نحط الزيت. ايه وقال اذا بدكم تيجوا تطقوها. ايه ما رح تطق. ما رح تطق. لا مو ما رح تطق. ايه ما رح تطق البالون. شوفوا رح حط الزيت. شو عامل انت شو تتوقعين؟ اتوقع رح تطق. انت تتوقع رح يطق؟ لانه كيف رح يطق؟ هلا بنشوف رح نحط الزيت. حب بلل. هلا من هون رح نسقبها وقال انه ما بطق. رح نشوف اذا صح ولا لا. شو اميرة انت رح تطقيه ولا انا؟ لا انت. عن جد؟ بعدي 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 شوي. اوكي اوكي اوكي. تجربة فاشلة.
بعد ما عبيت اميره مي رحت بدلت ثيابها ونشفت الطاوله. اميره حكت لي انه ماما هني جربوها بدون مي البالون، صح اميره؟ ايه وهلا انا كثير مي هلا رح اجربها معكم بدون مي. هلا اميره قالت لي انه هو يعني بتحطي للزيت وبتسقبيها بس بدون مي، بس انا والله شفتها بحب حطوا فيها مي. ما تحطوا مي فيها. اوكي يمكن غير يعني غير خدعه. يلا خليني اشوف. يمكن غير خدعه. اوكي خليها هيك صغيره مشان اذا طقت ما يطلع صوت قوي. كاميرا مستعده؟ لا كمان انا حاسه انه الزيت اللي انا حطيته ما كان كثير قوي، لهيك انا برايي السبب كان الزيت يعني ايه مو من المي. ايه اوكي اميره يلا امسكي لي اياها بدي الزقها منيح. اوكي هاي المره اميره شوفي هاي اللزقه صارت قويه وهلا رح اسقبها. اميره انت ولا انا؟ لا انت اخذي بعد شوي اضربوا. اوكي 1 2 3 معقول لانه العود كمان خلاص اميره ما رح احطه. 1 2 3 بسم الله. اميره ما كنت قوية. شو اميره؟ ليش التجارب ما عم تزبط معنا؟ ما عم يمكن تسبب الزيت. لا يمكن احنا ما عم نعرف او يمكن هي خدعه يعني ما لها مزبوطه. يلا خلينا نجرب واحد ثاني. شفتوها لهي الخدعة؟ شوفوا هاي السادة جديدة رح افتحها معكم. رح نحط بقلب رمان. اميرة بس تسكي لي اياها هيك تساوي. لا انا بحطها وقال بتعصروها بتروح فيها عصير. عصير رمان. ايه عصير لمان. لمان اميرة تقول لمان. يلا اميرة استني يلا وهلا نشوف. بسم الله. ما يلا شكله بدها قوه يا اميره. ما قوي ما قوي خليني اعبيها بعد. ما قوي شوي مسكي ليها بدي اعبيها بعد. اوكي ما هي مره اعبيها كلها. اوكي واو شوفوا عبيتها كلها. يلا خلينا نجربها. يلا جيبي بطانيه. أميرة أعطيني شو حاسة بدها قوة كثير. يا شو أميرة صراحة بدها كثير قوة وما زبطت. بس شوفوا بس هاي طلعت منها. أميرة اشربي بس شوي. اشربي ما بدي. اشربي شوي أميرة صراحة هي طبيعية. ايه حلوة. طيبة؟ ايه خليني اشربها. حلوة؟ لكن كيف عم يعصروها بالمحلات؟ والله ما جربوها. هاي التجربة أميرة؟ فاشل. ما جربوها. ما جربوها صعبة كثير. صعب لازم واحد يجربها بس عنده قوة. ايه يكون عنده قوة. ايه اوكي هلا التجربة الثانية. ثانية كثير غريبة. خذي هاي ورقة وهاي ليمون وهاي عود. هلا رح نكتب عليها. شوفوا أول شيء هيك رح نعمل حاسة كثير ورح نكتب عليها. أميرة شو أكتب لي؟ أنا رح أكتب لك كتابي. أكتبي شوفوا ما خلي أنا أكتب. أوكي أميرة. واو أبيض. ماي بدي اكله. اوكي اوكي اميره تعملي لي قلب. اوكي اعملي لي قلب هون. اوكي يلا هون. ايه هلا رح نشغل الشمعه. ما سوي لي قلب. اوكي اميره هلا رح نجربها. يب حسنا
يلا متحمسة؟ ايه؟ يلا نشوف نشوف سوا. شو؟ ما شو؟ ما عم تبين شيء. اوكي، معقول الشمعة كثير بعيدة؟ خلينا نقربها. ما تبي. انتبه روحي. ايش هيك؟ ياي. شو وين الكتاب العاد؟ ما عم تبين. ما ليش هيك؟ وراح يوقف كسر وراح كتابي فيها. ايه. ما راح كتاب. ليش ما استحيت؟ ما بينت أميرة، شوفوا ما بينت الكتابة. التجربة فاشلة أبدا، لا تجربوها بالبيت لأنه كتير خطيرة صراحة. التجربة فاشلة، لا جربوها، خطير. كتير خطيرة. أوكي ايه. حياتنا نحن عم نجربها معكم عشان انتم ما جربوها، عم سهلة عليكم يعني. ايه. أوكي بهاي التجربة رح نجرب معكم البالون ورح نطقه بالليمون مثل ما شفتوا بالفيديو. ايه ماما أميرة، انت لاحظتي كل تجاربنا كانت بالبالون؟ ايه بلا جربنا 4 خدع بالبالون. ايه والله. اوكي يلا 1 2 3. شوفوا هني جابوا البالون عصروا عليها الليمون وطقت معهم. لا برتقال. عن جد؟ ايه. بس انا شفتها ليمون. ايه. اوكي خلينا نجرب الليمون. فيديو. يلا بس شوي، بعد شوي. اوكي لك بعد. اوكي أميرة رح تتخبى، تمام. 1 2 3. أميرة والله ما طقت ورا عبالة كمان. ليش؟ أنا حاسة هني حاطين شي بقلب الليمون أو بقلب البرتقال. هني أنا حاسة إنه كانوا حاطين شي مادة تفاعل، يعني حاطينها بقلب الليمون ولما إجوا عصروها طقت معهم. عرفتوا؟ شو أميرة؟ ما زبطت التجربة؟ فاشلة. لا جربوها حبايبي، أوكي؟ وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. واكتبوا لنا بالتعليقات اذا بتحبوا نعمل تجارب تانية معكم. ايه. او خدع التيك توك، او خدع التيك توك تجارب تانية. ايه او خدع غريبة او تجارب غريبة يعني، او تجارب تانية عن شو بتقول. ايه وهلا بنقلكم باي.